امبارح زي ما قلت لحضراتكم اتكلمت عن ملف التحكيم واتكلمت عن كابتن عصام عبد الفتاح واتكلمت عن الاخطاء التحكيميه في لجنه بيريرا. النهارده شفنا قرارات من اتحاد كره القدم ولجنه الحكام في اعاده هيكله في لجنه الحكام. عرفنا ان في ناس هتمشي وناس بترجع. بعيدا عن الاسماء بعيدا عن الاسماء، انا بس عندي سؤال ويا رب يطلع مسؤول يوضح، هي الناس اللي بتمشي دي بتمشي ليه؟ والناس اللي بترجع وهي كانت موجوده في اللجان السابقه ولم تقدم اي شيء بترجع ليه؟ نفسي حد يجاوبني على السؤال ده. السؤال الثاني، يعني ايه اعاده هيكله؟ اول لما يتقال جمله فيها اعاده هيكله بتعرف ان هي مسكنات. هل في خطه؟ لو في خطه فعلا حد يطلع يشرح لنا الخطه. هل من الممكن ان احنا نرى لجنه تحكيم باداء مختلف الفتره اللي جايه؟ طيب اذا كان هناك اعاده تشكيل للجنه الان، اذا كان هناك اعاده هيكله، هل ممكن حد يقول لي اللي بيعيد الهيكله ده معناها انه رئيس لجنه الحكام مكمل؟ هل رئيس لجنه الحكام مكمل بعد ما دكتور ايهاب الكومي، انا سمعته بنفسي مع اعتقد مع سيف او مع كابتن مع كابتن سيف زاهر او كابتن شوبير، قال ان هو بريرا مشي بنسبه كبيره. فانا عندي بعض التناقضات اللي انا مش فاهمها يا جماعه. بعد اجتماع مطول مع بريرا اتحاد كره القدم يتخذ قرارا باعاده هيكله لجنه الحكام. حد بس نفسي انا حد يطلع يفهمني ويقول لي يا اسلام والله احنا هنعيد الهيكله خلال الفتره القادمه وبالتالي هيحصل 1 2 3، الخطه اللي هنمشي عليها هي خطه 1 2 3. حد يطلع يقول لنا يا جماعه، ما اعرفش ليه بيبقوا متحفظين في الكلام. يعني ناس محترمه سواء كابتن محمد فاروق حتى بريرا نفسه لا ساعات بتوصل له وبيرد عليك، فما اعرفش الحقيقه، اتمنى ان حد يرد عليه.